بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم طابت اوقاتكم بكل خير. هذه حلقه جديده واطلاله جديده عبر برنامجكم موهبه والذي ياتيكم على قناه عالي. في هذه الحلقه مشاهدينا الكرام ضيفنا هو معتز الخليفه، لديه اختراع او جهاز تحديد اغراض المكفوفين. هذا الجهاز يحدد اغراض المكفوفين لمن هم مصابين بالكفف او غيرها من الحالات الاجتماعيه. سنتعرف على هذا الجهاز وايضا على هذه الموهبه الرائعه مع معتز، ولكن بعد الفاصل كونوا معنا. حياك الله معتز. الله احنا سعيدين اولا بحضورك معنا. ما شاء الله انت من جامعه الملك عبد العزيز مشارك في المؤتمر العلمي الرابع. الله يعطيك العافيه. كيف وجدت اول شيء جو المؤتمر ما شاء الله؟ والله جو تنافس صراحه كثير، وعرفنا على زملائنا في الجامعه جامعات اخرى، حتى زادنا شرف صراحه وخبرك اكثر من لجنه التحكيم ايضا. انت طبعا اكيد استهوتك بعض الاختراعات الموجوده، كيف وجدت اختراعات من زملائك منافسينك؟ طبعا جدا قويه صراحه، وفي فكر يعني ممتازه تدل على ان في فكر راقي من زملائنا بالجامعات الثانيه. حلو، انت ما شاء الله عندك جهاز اللي هو جهاز لتحديد اماكن اغراض المكفوفين. ما شاء الله تبارك الله. طيب اعطينا الفكره اول شيء للمشاهد، ايش الجهاز اللي تمتلكه؟ هو عباره عن اربعه اجهزه استقبال، هذه واحده منها. خصصنا كل واحده وظيفه، يعني مثلا هذه للمفتاح، في واحده ثانيه مثلا تثبت على الحذاء كرمكم الله. ايوه، يعني هذه مثلا هذه للمكفوفين، يعني تجيب الفكره معليش انه المكفوفين اغراضهم تحدد بهذه الاجهزه. يعني يثبتها على الاغراض الشخصيه، وبعدين يستخدم المرسل، جهاز المرسل، عن طريق الضغط على هذا الزرير يخرج صوت من الاجهزه اللي ثبتها على الاغراض الشخصيه. فيستطيع يحددها عن طريق الصوت. عملنا اضافات وتعديلات على هذا المشروع، اولها من ضمنها اضفنا كاشف للدخان لهذا الابتكار. ايش يفيد هذا؟ لان المكفوف ما يرى الدخان بحال حدوث حريق لا سمح الله، فممكن ينبه بحال حدوث حريق. ايضا اضفنا لهذا المرسل انه ينبه قبل انتهاء البطاريه باسبوع، كل 40 ثانيه يخرج صوت، وهذه نفسها الخاصيه مستخدمه باجهزه كشف الدخان. حتى لا يتفاجأ المكفوف انه فجأة انقطع عليه وضيع غرضه. نعم مثلاً. هو معتمد على الجهاز. صح صحيح. طيب كيف جت هذه الفكرة انك تضع اشياء للمكفوفين؟ هذه من مشكلة شفناها لزميلنا في كلية الآداب. بعد خروجه من المصلى يتحسس جميع الأحذية الموجودة أمام المصلى حتى يجد حذاء. فمنظر يعني صعب انك تشوفه، ان شخص يلمس جميع الأحذية الموجودة قدام المصلى حتى يجد حذاءه أكرمكم الله. ايضا هذا ممكن يسبب له امراض من انتقال بكتيريا، لا قدر الله لو كان في سلك مكشوف ممكن يسبب له صاعقه كهربائيه او اداه حاده ممكن تقطعه، لانه مكفوف لا يرى شيء. هذا باذن الله. هذه انت جاتك الفكره اول ما شفت هذا؟ اول ما شفناه حاولنا نبحث مع الفريق حل هذه المشكله، يعني اكيد هذا شخص عينه من مجموعه. بعد ما اختلطنا في جمعنا المعلومات وسالنا مع فكلهم عندهم هذه المشكله، يفقدوا اغراضهم كثيره منها. حلو. اضفنا ايضا بالاجهزه الاستقبال خليه شمسيه، هذه فائدتها انها تقوم بشحن البطاريه. هذه واضحه معانا على هذه هي خليه؟ اي هذه الخليه الشمسيه. حلو. هذه الخلية اللي بحيث انه ما يحتاج بطارية مثلا؟ ما يحتاج يغيرها يبدلها. هنا بهذا الجهاز ما استطعنا نضيف خلية شمسية بسبب انها تحتاج فولت عالي 48 فولت. يحتاج لها قوة. يحتاج خلية شمسية كبيرة ممكن جدا. هذه طبعا الجهاز انتم في طور التطوير، انه تصغر الجهاز يضع في الجيب يعني. خطتنا باذن الله المستقبلية اننا نصغرها. اول شيء نغير المادة المستخدمة. هذه المادة المستخدمة ما كانت خطتنا في البداية، لأن أنت تشوف هنا في عندك جزء ضايع من المساحة، فمع البلاستيك راح تقل كثير جدا هذه المساحة. أيضا عندك راح نستخدم بدال أربعة مفاتيح اللي هي كل مخصصة لكل جهاز، راح يكون مفتاح واحد يتحكم بالجميع. يعني يصير دقة الزر تطلع الأصوات كلها مثلا، أو ممكن حنا خصصنا قاطع
اذا ما استخدم مثلا الحقيبه يغلقها او ما يستخدم المفتاح يغلقها. طيب معلش اعطيني جهاز حتى يوضح للمشاهد. يعني جرب الجهاز الان هنا وانت بعيد مثلا عني. طبعا انت تاخذ مسافه تقريبا حوالي 18 متر. يعني هو الحين مساحته 18 متر يصدر الصوت. يصدر الصوت. هذا اختبرناه احنا وزملائنا بالجامعه. عيد بالل خلاص الان بالسماع يصل مكفوف. يستمر الصوت هذا كل ما يدق يطن. كل ما يدق يعطي رنه. اها حلو جميل. وهذه كما ذكرت اللي هي الطاقه الشمسيه الموجوده. طيب ايضا في الافكار الموجوده ايضا احنا بتصميمنا للعلبه خصصنا ان فكرتنا اصلا من هذا الابتكار انه ما يعتمد على غيره، لذلك ان خلينا البخليه الشمسيه تشحن لوحدها عشان ما يحتاج ان يغير البطاريه ويستعين شخص يقول له غير لي البطاريه لو سمحت انا ما اقدر اشوف. فصممنا بالعلبه هذه انها تفتح من جهه واحده. طيب ايضا كتبنا من الاعلى بلغه برايل. يوجد داخل العلبه مسجل في الجهه اليسرى، اضغط الزر الاطول لتشغيله. فعند ضغطه للزر الاطول وهي مستخدمه ايضا بلغه برايل يخرج له وصف طريقه وصف الجهاز. حلو مسجله في المسجله. مسجله يا سلام. كالكتالوج يعني بالعربي. الان معاد الشريط ولا؟ لا شغل. عادي شغل. ضغط على المفاتيح الموجوده في جهاز المرسل. يخرج صوت من اجهزه الاستقبال المثبته على اغراضك الشخصيه. يا سلام، يعني الان هذا تعليم وارشاد للهذا كيف يستخدم هذا الجهاز. ايوه حلو. هذه الان حتكون الجهاز موجود كما ذكرت مصممه في الداخل. في فكره مستقبليه باذن الله انها راح تكون تلقائي من فتحه تشتغل تعمل تلقائي. طبعا هذه كلها اشياء افكار مصغره يعني انتم صنعتوها حتى هذا نموذج اولي نموذج تقريبا مصغر. يعني أيوة. فقط للتاكد من ان قابليه للتنفيذ وقابله للتطوير باذن الله. والان هنا في بدايه الصندوق موجود التعليمات انه المسجل موجود في. نعم ممكن نستخدمه ان تكون مثلا ايبود مع التطورات الجديده. صح. ممكن اصغر كمان من الايبود اللي هو الثاني اللي حق التسجيلات الصوتيه الصغار الان اصبح السماعات. ممكن هذه افكار كثيره لكن هذا كنموذج انت وضعته، فكره رائده ورائعه في الحقيقه. لكن انا عندي سؤال، هل هو هذا الجهاز انه فكرتكم انه بس اربع اجهزه متوفره معه ولا ممكن يزداد؟ ممكن يستخدم باكثر من خاصيه هو يحتاجها، ولكن احنا افترضنا ان هي اربع الاشياء الاساسيه اللي هي المفتاح والحقيبة ومحفظة النقود والحذاء أكرمكم الله. أيوة افتراضا هذه كفكرة أولية الأشياء الأساسية اللي محتاجها. طب أبغى أرجع شوي للوراء، إيش الأشياء اللي استخدمتوها في صنع مثل هذه الأشياء البسيطة كنموذج يعني؟ فعلا فيها داخلها دائرة كهربائية والبطاريات، هذا العمل الجهاز. تفضل. هذا الآن كامل الأجهزة الداخلية. هذه أنتم اللي سويتوها كاملا شبكتوها وضبطوها؟ هذه كلها احنا تركيبنا ودمجناها، أخذنا هذه الخلية جاهزة. طبعا الدائرة الكهربية تباع بالأسواق متوفرة، فلكن وظفناها احنا بطريقة أخرى يعني. يعني هو أصلا أشياء بسيطة، يعني الجهاز ماخذ يمكن عشان الشيء خشبي ماخذ الحجم. أنت لاحظ المسافة جدا ضائعة. هذا كله توليفكم الشخص انتم كشباب. نعم. حتى تصميمنا النموذج من اللي تعلمناها من ماده الرسم الهندسي في كليه الهندسه. جميل. هذا طبعا من تخصصكم بنيتوا هذه الافكار. نعم. هذه من السنه الاولى في الهندسه ندرس هذه الماده التصميم الهندسي. فهذا النموذج من تصميمنا. حلو. طيب ايش الاشياء اللي اضفتوها في الجهاز؟ اللي كما ذكرت الخليه الشمسيه ايضا والكاشف الدخان والمسجل الصوتي. هذه اللي هي الاشياء الاساسيه اللي في ابتكارنا، وباذن الله قابل للتطوير. يعني الافكار ممكن تتزايد بحاله احتياج المكفوف ملاحظاتها. احنا التقينا مع مكفوفين ولاحظنا يعني وجهه نظرهم، عدلنا عليه بعض الاشياء، مثلا كان في هنا في صعوبه في تغييرها للبطاريه فحاولنا نسهلها له. في باذن الله يعني حتى لو صغرنا هذا الحجم الجهاز راح نضيف له خليه شمسيه وما يحتاج يغير البطاريه لان راح تحتاج فولت اقل. يا سلام. طيب الان هنا الموجود عرفنا انه اشياء يعني من سماعه من دائره كهربائيه. هنا ايش الموجود في الجهاز هذا الرئيسي؟ ايضا اللي فيها الكشف الحريق وايضا دائره كهربائيه. هتنفك ولا مقفلينها انتم؟ مقفلينها مغلقه. طيب هذه في دائره كهربائيه تتحكم في الدائره الموجوده في كل دائره لها زر. ايوه كل دائره من هذه لها زر خاص هنا فيها ولها نفس المكان. نعم. تردد ايضا هنا اضفنا على الامام كل زر ارقام بلغه برايل. حتى يعرف وضحها بالله للشاشه بس حتى الشاشه امامك. هذا الان كل امام فوق كل زر بلغه برايل شرح للزر. مثلا هذا الزر رقم واحد، هذا اثنان، نفسها توجد على الاجهزه نفس اجهزه الصوت. نعم. اي نعم
يعني حتى يعرف ان هذا المفتاح خاص بهذا باللي وضعها مثلا على الحقيبه. حلوه فكره رائده. هذه كلها افكاركم يعني سامعتوها انتم كشباب؟ اي الحمد لله. انتم خمسه كما ذكرت لي؟ اي نعم خمسه. انا الخامس. خامس الشباب ما شاء الله تبارك الله. الشباب كلهم شاركوا في تنفيذ الفكره ولا؟ نعم كلنا عملنا جماعي نقسم الشغل بيننا، شخص يجمع المعلومات مثلا، شخص ثاني يبحث في النت يتاكد انها مي موجوده الفكره. يعني تقسيم الشغل بيننا وتوليد الافكار مشتركين فيه باستخدام نظريات ندرسها. يا سلام. الادوات اللي موجوده من وين اخذتوها؟ من وين شريتوها؟ تختلف، في بعضها من الدوائر الكهربائيه مثلا، من المحلات التجاريه الخاص بها. الخشب هذا تصميمه من عند المنجره، كنا نبغى انها تكون بلاستيك ولكنها ما سمحت لنا الفرصه، ولكن اضطرينا نستخدم الخشب. باذن الله راح يكون في تطويرات اكثر واكثر على هذا. حلو حسن، يعني كل اشياء كانت متوفره موجوده. اي الحمد لله ما واجهتنا صعوبه. واجهتنا صعوبه في البطاريات، اننا نحتاج كنا بطاريات قابله للشحن، فبحثنا عنها الحمد لله توفرت وموجوده من برا، نقدر نطلبها يعني بكل سهوله. اللي هي البطاريات القابله للشحن؟ اي نعم، حتى تقوم الخليه الشمسيه بعاده شحنها تلقائي، ما يحتاج تعريضها. ايضا الخليه الشمسيه فائده يعني تعريضها لمده ساعتين ونص تكفي الجهاز. هو اصلا الجهاز راح لمده شهر ما يحتاج انه يشحنه، مشغال معه. احنا اختبرناه انه لمده شهر كامل شغال معه، وبعد شهر راح يبدا يفضل البطاريه. لمده ساعتين ونص تقوم بتكملته هذه الخليه. هذه البطاريه الان كم تاخذ وقت؟ شهر كامل. البطارية الداخلية والبطارية اللي هنا موجودة؟ إيه جميع البطاريات. شهر بتشغيل مستمر يعني؟ مع استخدامها. اي نعم، هذه استخدمناها تقريبا شبه يومي. بعدها حسينا ان البطارية بدأت تضعف، اختبرنا الخلية الشمسية انها تقوم بشحنها، الحمد لله نجحت. كم قد معكم من الوقت اخذت معكم من الوقت حتى تصنع مثل هذه الاجهزة؟ اخذت معنا تقريبا مدة بين 4 شهور و6 شهور. 6 شهور في عملها. نعم، احنا مع جمع البيانات، مع المشاكل اللي تصير لكم فيها، مع جمع المعلومات. يعني هي عبارة عن خطوات كثيرة، يعني اول مرحلة لجمع المعلومات، بعدين تأكد من صحة المعلومات، بعدين توليد الافكار، بعدها تصميم النموذج الاول، وبعد تصميمات صممتوها في اجهزة ولا برسم؟ في رسم يدوي، وايضا في برامج السوليد وورك، برنامج رسم هندسي. طيب وبعدها؟ بعدها استخدمنا اللي هي التطبيق، مرحلة التنفيذ واختبار المشروع هل هو ناجح أو غيره، وبرضو أعطيناها للمكفوفين إنها يستخدموها. حلو. جربتوا؟ إن إيه نعم. جربوا مع المكفوفين؟ جربها المكفوف زميلنا اللي في كلية الآداب. كيف كان ردة فعله أنت؟ كانت صراحة يعني سعيد إن حلت مشكلة، يعني إن فكرناها بطريقة غير مباشرة يعني. إذا يعني في قبول من المكفوفين من مثل هذه الفكرة؟ أكيد طبعا، أنت تحل له مشكلة هو يعاني منها، يعني تخلص من المشكله، اكيد انه يكون سعيد في هذا الشيء. حقيقه يعني فكره رائده ورائعه، والاجمل من ذلك انكم انتم عرضتوها على المكفوفين، هم يريدونها. يعني باذن الله يوم من الايام نجدها تطبق على ارض الواقع هذه الفكره، ولها تطوير كما ذكرت لي انه هذه الفكره ان شاء الله باذن الله. حقيقه يعني موهبه رائعه وفكره رائده جدا. انا لدي الحديث معك اكثر عن السلبيات والتوجهات والتحديات اللي واجهتكم، ايضا اريد ان اسمع منك طموحاتكم وامالكم كموهوبين شباب يشاركون في مثل هذه المؤتمرات. فاصل يا معتز حتى اعود لك ان شاء الله. فاصل مشاهدينا الكرام ثم اعود لكم، ابقوا معنا.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى في هذه الحلقه من برنامج موهبه. ضيفنا هو معتز الخليفه. حياك الله معتز. اهلا فيك. انا طبعا كنا قبل الحلقه نتحدث او قبل الفاصل عفوا نتحدث عن قضيه جهازكم اللي هو جهاز تحديد اماكن اغراض المكفوفين, وشفنا ما شاء الله الابداع اللي فيه وفكرته ومتى بدات الفكره. انا بعود لك ايضا الى الوراء قليلا. هذه الفكره وهذا الصنع من صنعكم اولا؟ اي نعم, تنفيذنا احنا. تنفيذكم؟ انا ومجموعه من الزملاء. اها, من وين يعني جاتكم هذه الافكار؟ وانتم طبعا هندسه كيميائيه يعني ما لها دخل في نفس الاعمال الكهربائيه. صدقتها, بس احنا عندنا في الكليه مواد عامه بالبدايه لازم ندرسها وتغطي المجال الكهربائي في, فهذه شيء جزء من دراستنا يعني. افادتكم طبعا كثير طبعا الحمد لله. وايضا عندنا مع التعاون مع الفريق يعني بتوليد الافكار والاشياء هذه طلعت معنا هذه الفكره. اه حلو. طيب هذه مثل هذه الفكره اول مره تعرض هنا ولا لكم؟ كانت على مستوى الكليه وعلى مستوى الجامعه فقط ترشيح يعني لهذا المؤتمر. انت اللي يعني العمل هذا صنعته لشيء معين ولا كذا كفكره موجوده؟ هي مشكله صراحه كانت احد زملائنا في الجامعه. ايوه اللي ذكرتها قبل الفاصل. أيوة. اللي هو قضيه انه كان يبحث عن حذاء في المسجد. فعلا. حلو. طيب مثل هذه الافكار رائعه جدا, ابتكارات, هل لكم انتم كمجموعه او انت كفرد ابتكارات قبلها سابق ولا هذه اول تطبيق لكم؟ هذه اول ابتكار لنا. اول ابتكار لكم سويته ما شاء الله. اي الحمد لله. طيب هل واجهتكم صعوبات وتحديات في تنفيذ مثل هذه الفكره وهي اول مره يعني بالنسبه لكم تنفذونها؟ والله واجهتنا اكثر من مشكله. المشكله الاولى في جمع المعلومات, يعني بدينا بالاول خطوه ان نجمع المعلومات حول المشكله هذه. واجهتنا مشكله عدم تعاون الجمعيات معنا. كانت جمعيات ايش؟ الجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصه كان مبدأهم واضح صريح اللي هو حفاظ على حقوق المعاقين, وهذا شيء إيجابي صراحة. ما أنت عرضت عليهم الفكرة ولا عرضت عليهم الجهاز؟ عرضنا عليهم إحنا نبي نعمل لهم يعني مقابلة, نجمع مقابلة يعطونا فرصة نقابل المعفوفين حتى يكون هناك في نقاش بينك وبينهم. أيه, نعرف مشاكلهم بالضبط, إيش يحتاج, إيش الأشياء اللي ممكن صعبة عليه لازم نهتم فيها, نجمع المعلومات. رحتوا كم جمعية؟ رحنا 3 جمعيات تقريبا. جمعية أهل خاصة رحبت فينا صراحة, بس كانت ما قدرت تفيدها لأن اللي عندهم إعاقات فكرية. فالجمعية هذه كانت مبدأها الحكومية, كانت يعني فكرتها مبدأها جميل يعني صراحة أؤيد له, اللي هو أنها الحفظ الحقوق المعاق. كيف يعني حفظ حقوق؟ يعني أنها يعني خصوصية يعتبرون هذه ما تطلع على أشياء الخاصة بياناتها أو حاجة زي كذا. حنا ما كان هدفنا هذا. طب أنتوا ما كان هدفكم أنكم تقابلون المعاق نفسه؟ فقط نعرف المشاكل. فكان في شوي صعوبه وبرضه ان عدم تجاوب يعني معنا, فتقبلنا هذا الشيء. انتوا جيتوا كجهه طلاب مثلا ولا؟ اي نعم, كطلاب عندنا ابتكار نخطط لابتكار, نبغى نقابل ذوي احتياجات خاصه حتى يعني نعرف مشاكلهم. ايش المشكله الموجوده فعلا حتى انت مقتنع انه هذه مشكله انك ما تستطيع تقابل هذا حفظا لكرامته؟ هم هذا مبداهم, يقول لك حفظ الحقوق, يعني ما يجوز لك انك تطلع على ما اطلع انا مثلا. انت تقابله؟ أيوة. ما كنت طلبت مطاقه؟ طيب ايش المشكله؟ رفضتهم بهذه الحجه, احترمناها لهم وما وقفنا عند هذه النقطه. هذه واجهتنا يعني كصعوبه. يا سلام. فحلينا الحمد لله ان هذا معليش قبل ما تنفذون الجهاز اول مرحله. أيوة. من مراحل الابتكار اللي هي جمع المعلومات. طيب بعدها؟ بعدها اتجهنا لان اضطرينا ان نقابلهم, نتصيدهم في يعني في المراكز حقتهم في الانديه, في نادي للصوم, في نادي زي كذا. زرتوها؟ زرناها حتى نقابلهم, نتصيد الفرص اننا نجمع معلومات ونعرف مشاكلهم. الجامعه ما قصرت معنا, دعت بعض المكفوفين وبعض الاعاقات عندنا واخذنا مقابلات معهم. انا كان في مجموعه كثيره من زملائنا بس ما حالفهم الحظ انهم يشاركون في هذا الملتقى, فكنا مجموعه يعني كبيره يعني كل تيم لوحده. انتوا فريق كامل مشتركين في نفس الفكره؟ احنا 4 معي انا الخامس, ولكن في فرق ثانية يعني الابتكارات مجال آخر يعني. اها, بس نفس فكرة انه مكفوفين واشياء. لا تختلف على حسب, في بعضهم عن المعاقين النصفي وامثال كذا يعني. عموما احتياجات خاصة كان كلهم. اي كله التركيز الجامعة عن خدمة هذه, لان هذا يعتبرونه جزء من عملنا كطلاب او مهندسي المستقبل باذن الله, انه لازم نراعي هذا الفئة الشبه مهملة في المجتمع. طيب ايش النقطة اللي بعدها بعد ما سويت لكم اللقاءات؟ بعد ما جمعنا المعلومات تأكدنا من صحة المعلومات باستراتيجيات ندرسها عندنا في مادة التصميم الهندسي, انه يعني تأكد من صحتها حتى نميز ما نكون ظالمين فيها. بعدها انتقلنا لمرحلة اللي هي توليد الأفكار. توليد الأفكار استخدمنا فيها نظريات علمية اللي هي نظرية أوسبرون للأفعال,
وهي عبارة عن 7 أفعال تساعد الشخص لتوليد أفكاره. أيضا في توليد الأفكار عشوائي لها طرق علمية مثبتة. هاي درستوها أنت؟ أي درسناها في المادة. استخدمناها هذه حتى نولد أفكار، حتى ما ننحصر بفكرة واحدة، فتكون عندنا مجال كبير أننا نولد أفكار أكثر. بعد ما انتقلنا من هذه توليد الأفكار، قمنا بتصميم نموذجي أولي، برنامج اسمه سوليد وورك. هذا برنامج هندسي يستخدم في الشركات، تكون نموذج أولي حتى تتضح الصورة للفريق. ممكن احنا طبعا تحدثنا عن هذا الجانب كثيرا في اللقاء اللي قبل الفاصل، لكن هذا انت تحدثتني الان بالصعوبات اللي واجهتكم، لكن في الاخير تنفذت الحمد لله بقضية تعاونها مع الجامعة. واجهتنا مشكلة بعد اخرى هذه مهمة جدا احب اذكرها، اللي هي اننا في مرحلة التصنيع بوقت التنفيذ كنا مضطرين نسوي، كان هدفنا بلاستيك حتى يكون شكله اجمل، فرفضت المخارط أن تستقبلنا بحجة عندها عدد كبير، تقول أنا عندي 10,000 قطعة، مو معقول أوقف 10,000 قطعة حتى أصنع لك 5 قطع، أنا عندي مشروع شيء ثاني أحتاج أني أغير. فهذه حتى بعض الشركات يعني أو بعض المخارط تعاونت معنا، هي مخارط التفريز، بس أعطتنا مدة جدا طويلة، يعني ما تنفع أن ننتظر فيها لأننا عندنا خطوات كثيرة. صح بالضبط. طبعا كم رحتوا الجهة في التصنيع؟ المخرطة تقريبا هذه تقريبا حوالي 4 أو 5. طيب إيش صار معك في الأخير؟ يعني في بعضها رفضت تقول أنا ما أقدر أسوي هذه حاجة أكبر. طب نفتوها وين بعدين؟ اضطرينا نغيرها زي ما شفتها في اللقاء، كانت مصممة من خشب، فحولنا النوع المادة من بلاستيك إلى خشب. هذا حل يعني مؤقت لها. واجهتنا برضو ثانية أخرى أثناء تركيب المشروع، بعد ما صممنا، بعد ما جمعنا المعلومات وبعد ما صنعنا، واجهتنا مشكلة أخرى اللي هي تداخل موجات كهربائية، فاستعنا بأكثر من حل لها، استعنا بدكتور في الهندسة الكيميائية في الهندسة الكهربائية في نفس الجامعة، في نفس الجامعة، أن نضبط في التردد للجهاز حتى يكون كل جهاز له خاص تردد. أيضا حنا اجتهاد مننا حطينا لكل جهاز مفتاح خاص فيه عشان يقطع يعني التيار زي ما وضحناه في بالشرح. واضح، هي كان واضح جميل. هذه ممكن ابرز التحديات والصعوبات اللي واجهتكم. نعم هذه الصعوبات اللي واجهتنا. طيب في طبعا انت ذكرت لي في سياق حديثك ان هناك كان دعم ايضا في مقابل هناك صعوبات، حدثنا الدعم اللي وجدتموه سواء كان ماديا او معنويا. طبعا كانت صراحه في تعاون مع الغرفه التجاريه ببرنامج اسمه برنامج تيسير، كان في دعم مادي صراحه، والجامعه ما قصرت معنا حتى دعم مادي ايضا ودعم معنوي. كان الدعم المعنوي تكريم من العميد كلية الهندسة، أيضا من العمدة في الكليات الشؤون الطلابية، مشاركتنا في الملتقى العلمي. صراحة حتى في أثناء تواجدنا في الملتقى كان مهتمين بنا لدرجة خيالية، يعني بدون أي مبالغة مهتمين فينا، يعني يحسسك أنك أنت شخص مهم، أنت رجل المستقبل، أنت الأمة اللي تقوم عليك بإذن الله. يعني كان في اهتمام جدا، تجاوب اسعدني صراحه واسعد زملائنا، وهذه شهاده حق يعني من الغرفه التجاريه. طبعا الجامعه والغرفه التجاريه ايضا، الغرفه التجاريه دعمتنا بالبدايه، بعد نهايه ابتكارنا كرمونا، وباذن الله سوف يكون في هناك معرض مع برعايه صاحب سمو الملك الامير خالد الفيصل، تنظيم الغرفه التجاريه. والجامعه ما قصرت يعني معنا في دعم زي ما ذكرت في ماديا ومعنويا ايضا. هي طبعا تكفلت بكامل المبالغ المتوفره للجهاز. اي نعم تغطوها لنا التكاليف، هو كلف الجهاز تقريبا 321 ريال، هذا الميزانيه للمشروع، اللي حتى يعني لو تسوق راح يعني يكون هذا المبلغ او ممكن اقل، اقل حيكون اذا كانت نعم كمياته اكبر راح يكون اقل بالضبط. هذه طبعا اكبر الدعم اللي وجدتموه من اي والله الحمد لله. طبعا هو تقول لي انت كان كعمل تنفيذي لماده ولا لا؟ اي نعم هي ماده التصميم الهندسي. ايش كان رده فعل الدكتور هو يشوف هذه الفكره المبتكره؟ انبسط مننا صراحه، وخاصه بعد ما حلينا مشكله التداخل الكهربائي، اننا قال انا يعني هذه المشكله برا تخصصكم وانتم كنا مستجدين في الهندسه، فكان سعيد جدا ان حلينا هذه المشكله، يقول لان هذه جزء من طبيعه الهندسه اللي هو حل المشاكل، فيقول انكم حليتوها هذا جدا جميل وانبسط مننا. وايضا اهتم اننا يعني حلينا مشكله زميلنا اللي في المكفوف اللي هي ذكرتها في
في اثناء شرح الجهاز، انبسط ان فعلا عندنا حسينا في الفئه هذه، الفئه ذوي الاحتياجات الخاصه. يا سلام، حلو فعلا، فكره رائعه جدا. وكما ذكرت يعني هي يعني مشاركه ما بين الطالب والمجتمع في الحالات المجتمعيه، يعني في الاخير كلنا يعني يد واحده، احنا جزء من المجتمع. يا سلام، حلو. وهذا ايضا من الاهم، يعني غير انه تكون هذه مواهب حقيقيه، لكن انها تدعم في حل بعض المشكلات الموجوده. الطلاب الباقين كانوا مشاركين في المؤتمر ولا انت كنت تمثلهم فقط؟ انا في معنى من زملائنا، اربعه من زملائنا مشاركين، ولكن في بعضهم في مشاركات اكثر. احنا الحمد لله عندنا في الكليه تقريبا كل ترم تخرج ابتكارات، ممكن احط اللوم على الاعلام شوي ان ما كان يظهرها، ولا هو كل ترم عندنا موجود تخرج ابتكارات جديده. لكن بعض زملائنا ما حالفهم الحظ في الترشيحات، ما ادري هو تقصير منهم برفع البيانات او تاخرهم، المهم انها يعني خيره باذن الله. ان شاء الله، لا باذن الله، وباذن الله هذا يشرف جامعه الملك عبد العزيز كتنفيذ رائع في خدمه المجتمع. انتم كشباب موهوبين تمتلكون فكره اوليه رائعه رائده، لكم اكيد تطلعات مستقبليه بافكار اخرى، حدثنا عن هذه الافكار تدور حواليكم حتى تصنعوها مستقبلا. باذن الله عندنا، احنا اتفقنا مع الفريق، عندنا اكثر من خطه. اول خطه راح نصغر حجم الجهاز، هذه خطه مهمه كتطوير للجهاز. طبعا للجهاز هذا هي اتكلم عن تطوير الجهاز. ايضا نحب ان نطور عليه، ان ندمج بدل اربع اجهزه اللي شوف اربع المفاتيح اللي شفناها في التقرير، راح يكون مفتاح واحد يعني يتحكم في جميع الاجهزه الموجوده. هذه المرحله. والمرحله الثانيه مرحله التسويق، اتفقنا مبدئيا انا وزملائي ان تكون نسبه من الارباح المشروع اذا تسوق الجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصه، لان هذا جزء من عملنا كما ذكرت، ان احنا جزء من المجتمع، ويعني شيء واجب علينا ان نقدمه لهم. حلو، هذا في التطوير، تطوير الفكره، هذه الخطط المستقبليه. طيب هل هناك يعني فكره انكم تعرضونها على جهات مهتمه بهذا الشيء؟ نعم، عندنا غير المؤتمر طبعا، المؤتمر كمسابقه نقول. فعلا انا اتفقنا مع التيم كمان اننا نشترك في موهبه حتى نحاول نطلب براءه الاختراع باذن الله. احنا لم نسجلها حتى الان. هو مركز الملك عبد العزيز لما خذني رجال الموهبه. أيوة، رجال الملك عبد العزيز للموهبه، او عن طريق مدينه الملك عبد العزيز للتقنيه، احد منها باذن الله راح احنا نحصل، ان هدفنا ان نحصل على براءه اختراع، نحفظ حقوقنا هذه في مركز الملك عبد العزيز. نعم، نحفظ حقوقنا فيها ونسجلها باسمنا باذن الله. يا سلام، حلو. طب تطلعاتكم انتم كموهوبين وتمتلكون افكار بسيطه، انتم نفذتم وانتم اللي جمعتوا الاشياء، تطلعاتكم في تنفيذ ودعم لهذه الاشياء واحتضان كمعاهد ككليات كجمعيات تدعم مثل هذه المواهب البسيطه؟ فعلا والله انا اتمنى هذا الشيء، اننا في زملائنا في كثير موهوبين صراحه ما تشجعوا بسبه هذا الدعم. في نقص بحان يكون في الامكانيات. صحيح، في نقص بالامكانيات، في نقص عدم تشجيع، في نقص ممكن يقول لك في صعوبات تواجهني انا ابعد عنها. في ناس تحفز نفسها بنفسها، وفي ناس لا، يعني الناس تفرق من بعضها. ولكن زي ما ذكرت لك، هذه احنا تطلعاتنا كجمعيه اتمنى ان تكون في متخصصه للابتكارات الدعم، يكون هذه الجمعيه فيها اكثر من قسم. اول قسم يساعد الطلاب في مرحله البحث، يعني في بعض المواقع الكشف للبراءة الاختراع مسجلة ما عرفناها إلا من لجنة التحكيم في الملتقى. يعني هذه الفائدة، كنت أتمنى أننا تكون يعني زي اللجنة هذه تكون موجودة، أجي أستعين فيها وأسألها وتفيدني وتقدم لي يعني اقتراحات، عدل هذه الجزئية، هذه الجزئية بمرحلة، أتكلم عن المرحلة الأولى اللي هي مرحلة جمع المعلومات. وأتمنى هذا القسم الأول. القسم الثاني أتمنى أن يكون فيه قسم كمان تشجيع، أتمنى برضو أن تطبق زي الفكرة الموجودة في تلفزيون قطر اللي هي المبتكرون أو المبتكرين أو المخترعين أو حاجة زي كذا، برنامج أنا ما أذكره صراحة، بس أعرف فكرته أنها تشجع الطلاب وعندهم وخلفهم رجال مهندسين ينفذونه ويساعدونه بتنفيذها، يعني كأنهم أعضاء مع بالفريق. فهذه يعني يعرضونها على التلفزيون، هناك من يدعمهم. أيوه، في الفكره. احنا يعني هدفنا ان تكون هذه تنتشر بين المملكه، تتوفر كل الجامعات وتتوفر بكل الجامعات، انها تكون يعني يساعدون الطلاب الابتكار. انا عندي فكره يجي نعرضها، طيب نتناقش مع بعض نطورها، هذه يزيد نسبه الابتكار عندنا في السعوديه، وهذا باذن الله راح يكون مصدر فخر للبلد. أكيد هذه تطلعات رائعة فعلا. المسؤولين هم يتابعون الآن يهتموا بهذه القضية كما اهتموا بصراحة ببناء مثل هذه المؤتمرات، زرع مثل هذه الأشياء الإيجابية في نفوس الطلاب الموهوبين وغيرها. لكن صحيح، أنا أحب أضيف لك حاجة اللي هي أن لاحظنا هذا الشيء من لجنة التقييم،
كان بعد ما يلجن التقييم يتقيمك وتخلصك تعطيك نصائح تفيدك لحياتك، كذا هو يقول لك اياها كذا صريحه، يقول انا يعني هذا يدلك الحرص يعني. اي نعم، يقول لك زي ما انت تفضلت في هذا الكلام، يقول لك انا خلاص انتهيت من نقطه التقييم، انا بعطيك نصائح، بعض النصائح في اسلوبك، في الالقاء، في عرضك، يقول لك اذا شاركت في ملتقيات بعدين اعمل كذا، سو كذا. يعني جدا نصائح هذه يدل على اهتمامهم فعلا، انه غير ان مسابقه وتقييم وجوائز ومنافسه، تهتم انك تطور كمخترع وكمبتكر وايضا كباحثين. يا سلام معتز. طيب انت موهوب يعني مبتدئ تقول في مبتكر، نقول مبتدئ، طموحك مستقبلا لنفسك باذن الله راح تكون ان شاء الله طموحات اكثر، وباذن الله ناويين اننا نركز جهودنا على هذه. ما شاء الله انت طبعا مع الفرقه حتكون يعني على الفرق نفسها. اي نعم باذن الله، كلنا هدفنا واحد ما شاء الله. باذن الله نبي ندعم الفئه هذه ذوي احتياجات خاصه، نهتم فيها اكثر، نسهل لهم سبلهم، حتى يكونون مشتركين معنا في المجتمع، يخالطوننا في حياتنا، ما تكون لهم مدارس خاصه، انديه خاصه، مثلا حتى يعني في الحدائق تكون كلنا مشتركين، نحاول نذلل لهم كل الصعاب. وهذا جزء من عملنا كطلاب هندسة ومهندسين المستقبل بإذن الله، أننا بكرة إحنا راح يكون مننا المعماري والمدني، فإذا كان من هو طالب مركز جهوده على هذه الفئة راح حتى من يتوظف راح يتذكرهم، راح يهتم فيهم. يا سلام، حقيقة رؤية رائعة وأهداف سامية أجدها يعني في شباب موهوبين، يعني مثل هذه نفخر فيهم جميعا، كحنا كمواطنين وكبلد كامل نفخر بمثل هذه النوعيات من الشباب. معتز في ختام اللقاء لعلك توجه رسالة لكل مبتدئ موهوب ولزملائك أيضا المشاركين معك في هذا العمل. أحب أشكر زملائي في الفريق صراحة على كل الصعوبات اللي واجهناها وتعاونهم معنا. أيضا كل مبتكر أو كل شخص دور بباله فكرة أقول له ابدأ نفذ، كل شيء سهل، بديت أول خطوة، كل شيء سهل، يعني ممكن تستعين بخبرة، تستعين بغيرك، لو تمر حتى على كليات الهندسة أمتأكد يفيدونك، رجال الملك عبد العزيز الموهبة مستعدين يخدمونك، المدن المركزية، حتى لجان التقييم أنا متأكد يعني ثقة تامة أنهم راح يقدمون كل اللي يقدرون عليه. فقط أقولك لا تتردد، إذا عندك فكرة ابدأ فيها نفذها، لا تتردد أبد حتى لو غيرك استحقرها أو هاجمك، فكل يعني دائما النجاح يكون خلفه في معارضين في مؤيدين، أنت عندك هدف اسعى خلفه وفقط. يا سلام، حقيقة رسالة رائعة ورؤية واحدة يعني جدا واضحة من شباب موهوبين مبتدئين، وأنا أيضا سعيد جدا بك معتز وبالشباب صراحة المبدعين في مثل هذا العمل. شكرا لك معتز. الله يعطيك العافية. شكرا لكم مشاهدينا بهذه الرسالة الرائعة من معتز التي وجهها لكل موهوب ولكل مشاهد يتابعنا في تقوية مثل هذه الأفكار والابتكارات والمواهب والاستمرار في تنفيذها حتى نخدم مجتمعنا ووطننا وديننا بإذن الله. مشاهدينا ومتابعينا وصلنا وياكم إلى ختام هذا اللقاء والعديد من المواهب والابتكارات تصحبنا في كل حلقة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله في أمان الله.